to the school during the week, we stay there for the entire week. And the private sector were generous to give them the money. It has to be done before we leave it. And by the way, it is not fixed. I mean, this program... وما نحن نمر عليه العالم العربي من التحديات رأى أنه يجب القيام بدعم التعليم عامة في دولة الإمارات والتعليم في العالم العربي وهنا قام بتخصيص ثلث أمواله في مجموعة شركات عبدالله أحمد الغرير أوقفها لبرنامج تطوير التعليم في الإمارات والعالم العربي. This was in Masafi. Mudiji. He led a drive for building. هناك كثيرين من المحسنين في دولة الإمارات والعالم العربي، لكن عندنا مبدأنا نحن أن ما تنفق اليد اليمنى. لا تعرف اليد اليسرى وكان الناس كل يعملون بال 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 بالسر وبال بال بال بالكتمان بالكتمان لكن الآن حجمنا كشعب وكاقتصاد نمى في العالم العربي والآن يجب الأعمال الخيرية تنتقل إلى عمل مؤسسي. بسم الله الرحمن الرحيم أحب نرحب بكم في هذا اليوم. هي بتكون ثلاث مراحل، المرحلة الأولى سنفتح الباب للمواطنين للدراسة من الصف السادس إلى الصف 12 مواطنين متميزين من ذوي الدخل المحدود. المرحلة الثانية ستفتح للعرب المقيمين في دولة الإمارات اللي عندهم أبناء متميزين وذوي الدخل المحدود. المرحلة الثالثة نفتحها للعالم العربي ونشوف مين من الطلبة متميزين وعندهم الدخل المحدود.